السلام عليكم، مساء الخير على الجميع. جيمس موديل 2007، طبعا هذا الدفعة الأولى، لأنه الشكل الثاني من 2007 تغير. 2007 مكينة 4.9 8 سلندر، الممشى 94,000 كيلو، طبعا كل شيء وكالة، صبغ داخلية عاد الحوض الصندوق هذا فيه رش، الغمارة صبغ الوكالة. راح ينزل في المزاد لمدة 4 أيام يا أخوان. طريقتنا في المزاد إن حنا سيارات توصلنا ونفحص السيارة، نصورها بالكامل ونعطيكم كامل التفاصيل وكامل الملاحظات. يعني على سبيل المثال نوريكم الأشياء البسيطة. هنا الحوض عندكم، هذا الدقة اللي في الصدام الخلفي زي ما انتم شايفين، وهذا الموتر من الجنب، 8 سلندر، الداخلية قماش لون بيج مخمل. طبعا الأشياء المهمة، العميل اللي يبغى يشوفها عندكم الملاحظة هذه هنا، والملاحظة اللي في الصدام الأمامي هنا زي ما انتم شايفين، هذه من الأشياء المهمة اللي العميل لازم يكون مطلع عليها. السيارة تعتبر ماشية قليل على حسب الموديل، والسيارة تعتبر نظيفة. طبعا يوجد فيها الكتيب اللي جاء من الوكالة، هذه داخلية السيارة زي ما انتم شايفين، داخلية نظيفة ما شاء الله تبارك الله، لا يوجد أي قطع أو شق أو استهلاك. يا أخوان تنزل طبلون، لا يوجد فيه ملاحظات أو كسر أو قطع، عندكم بس هذا اختلاف في اللون فقط هنا. تركسون ما في أي استهلاك، الربل سليم ما شاء الله تبارك الله. عندكم شيء بسيط هنا، ملاحظة هنا في الربل، باب السائق أو البادي نفسه وليس الباب. عندكم الباب هنا سليم من الكسور، بعض الملاحظات البسيطة اللي هنا يا أخوان، شيء بسيط زي ما انتم شايفين. راح نوريكم الماكينة الآن. عندكم طبعا هذه البليت اللي في الباب تجي، نوريكم الباب أو جهة الراكب، هذا التفاصيل مهمة جدا للعميل اللي بيشتري. سليم الباب، لا يوجد ملاحظات. عندكم مقعدة الراكب، لا يوجد ملاحظات كذلك، أو الربل. الكتيب موجود تبع السيارة، هذا هو يا أخوان. الفرش سليم زي انتم شايفين، وهذه ماكينة السيارة اللي هي 8 سلندر، تجيكم أصغر حجم اللي هي 4.9 4.9، وبعدين يجي 4.9 5.3 6.0 و 8.1. عدد 8100 هذه من أكثر المكان اللي يجي عليها طلب عندنا، ما سبق معنا إلا سيارة واحدة وطلعت قطر. طبعا راح ينزل في المزاد لمدة 4 أيام. الآن راح نسوق السيارة بالشكل الجديد. طبعا حلو لما تصلي، طبعا
هذا فيديو السيارة، تشوف السيارة من أسفل يا أخوان. الممشى 94,000 كيلو و832، سيارة نظيفة وجميلة، سيارة سعودية، وراح تشوفوها في موقع مزاد صفقة لمدة 4 أيام، اتصال أو واتساب لمعرفة طريقة المزايدة. السلام عليكم. طيب، والآن خلينا نوريكم حالة الجمس من الأسفل. في عندنا هنا بعض الملاحظات يا أخوان، شيء بسيط في الصدام الأمامي زي ما تشوفوا، بعض الخدوش والنقرات الصغيرة من الأسفل، شيء بسيط. بالنسبة للشاصية الأمامي والعضلات الأمامية كلها تمام يا أخوان، ما في أي ملاحظات. مساعدات الجلد، الأذرعة كلها تمام. حتى هنا تلاحظوا ما شاء الله باقي بعض الأشياء باستكراتها. لكن في أول ملاحظة عندكم هنا، هذا المقص السفلي زي ما تشوفوا، في دقة بسيطة هنا جات عند المقص من تحت، ممكن تتعدل ما فيها أي مشاكل. هذه الجهة الثانية سليمة، كارتير الماكينة ما في أي تهريبات أو مشاكل نهائيا، كذلك كارتير الجيربوكس ما في أي تهريبات. شوف ما شاء الله تبارك الله، باقي باللمعة حقت بلده. أرضية السيارة من أسفل تمام، ما في صدى، ما في تآكل. بالنسبة للأرضية من أسفل كل شيء نظيف. هنا عندنا الدفرنس الخلفي ما في أي تهريبات كذلك، مساعدات الخلفية، الجلد كلها تمام. أرضية الصندوق الخلفي من الأسفل ما في أي مشاكل. الشاصية الخلفي أمور كلها تمام ما شاء الله تبارك الله. هذه الجهة الثانية السبنة موجودة، وهذه كانت حالة السيارة من الأسفل بالكامل.